ده اللي هنبتدي بيه برضو أخبارنا. الوزير دكتور الهلال الشربيني أعلن النهاردة نتيجة الثانوية العامة، وقال إن النتيجة نسبة النجاح فيها 75.7%. تقدم 560,583 طالب وطالبة الامتحانات السنة دي، وأكد إن مفيش أي طالب حصل على نسبة 100%. وأعلن إن في عندنا 93 من أوائل الثانوية العامة، منهم 54 بنت، والنتائج هتعلن بشكل رسمي طبعا لكل في المدارس بكرة إن شاء الله. عدد طلاب الثانوية العامة اللي هيدخلوا امتحانات الدور الثاني 117,087 طالب وطالبة من إجمالي عدد الطلاب. في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم، أعلن دكتور هلال شربيني وزير التربية والتعليم نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي 2015-2016، والتي بلغت 75.7% وانخفضت عن العام الماضي الذي بلغت خلاله 79.4%. عدد اللي نجحوا كان 366,225 مقارنة بالعام الماضي 371,661. نسبة النجاح هذا العام 75.7% مقارنة بالعام الماضي 79.4%. كما أعلن الوزير أسماء الطلاب الأوائل، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل لمجموعة العلم علوم 65 طالبا، أما مجموعة العلم رياضيات فعددهم 16 طالبا، أما المجموعة الأدبية فعددهم 11 طالبا. وحصل الطلاب وأصحاب المركز الأول على مجموع 409.5 درجة، بينما حصل الطالب صاحب المركز الأول للمكفوفين على مجموع 401 درجة. وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بالنسبة لأعداد الأوائل ب 13 طالبا، بينما جاءت محافظة المنوفية والدقهلية في المركز الثاني ب 12 طالبا، تليها المنيا ب 8 طلاب. من 95 ل 100% إلى أقل من 100% آسف، دول 15 في سنة و98%، لكن سنة 16 15.88%. وكالعادة وصلت البنات تفوقها على البنين في نتائج الثانوية العامة للعام الحالي، حيث بلغت نسبة نجاح البنات 76.7% مقابل 74.3% حققها الذكور. كما تفوق طلاب المدارس الخاصة لغات على باقي الطلاب، وبلغت نسبة النجاح بينهم 88% مقابل 78.5% لطلاب المدارس الحكومية، و 84.4% لطلاب المدارس الرسمية لغات، و 63 نسبة نجاح بين طلاب المدارس الخاصة بمصروفات. المتقدمين من البنين 262,612، عدد الحاضرين 222,205. أنا بتكلم على البنين المتقدمين 262,618 اللي حضروا 222,205، اللي نجحوا 165,431، نسبة النجاح 74.4%. ومن البنات
اللي تقدم 297,965 واللي حضروا 261,674 واللي نجحوا 200,794 ونسبة النجاح 76.7%. إجمالي عدد المتقدمين كان 560,583 مقارنة بالعام الماضي 532,875. عدد الحاضرين كان 483,879 مقارنة بالعام الماضي 468,366. عدد اللي نجحهم كان 366,225 مقارنة بالعام الماضي 371,661. نسبة النجاح هذا العام 75.7% مقارنة بالعام الماضي 79.4%. هيتقدم للدور الثاني السنة دي 117,087 مقارنة بالعام الماضي 96,417. لو قلنا كده ملخص سريع أو أهم الملاحظات على النتائج اللي أعلنها النهاردة الوزير، إنه أولا عندنا عدد اللي تقدموا للثانوية العامة السنة دي أكتر من السنة اللي فاتت بحوالي 30,000، ونسبة النجاح السنة دي أقل من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت 79.4%، السنة دي 75.7%. البنات حصدوا المراكز، طبعا كان ليهم النصيب الأكبر بالنسبة للنجاح أو بالنسبة للمراكز الأولى يعني في التفوق، كما هي العادة دايما يعني كل سنة. كمان عندنا ما فيش حد حصل على نسبة 100%، لكن في المقابل عندنا حوالي 85,000 من الطلاب أو 58,000 أسفة حصلوا على أكتر من 95% فما فوق، وفي 45 طالب وطالبة يعني حصلوا على المراكز متكررة. على كل الأحوال قراءة في النسب دي ومعناها وعلاقة ده باللي حصل النهار السنة دي في أجواء الثانوية العامة وفي التسريع وفي المشاكل، نقرأ الكلام ده ازاي وايه الرابط ده، اللي هيكون موضع نقاشنا في فقرتنا الرئيسية النهاردة بإذن الله.